خطوات مدروسة يسير عليها مركز المرجع الإلكتروني للمعلوماتية من خلال موقعه منذ تأسيسه، وعاماً بعد آخر يشهد تطوراً وتحديثاً لمحتوى الذي امتاز بالتنوع والشمولية والتناغم مع الكادر المشرف على إدارته، إضافة إلى موثوقية المصادر المستقاة منها المعلومة، إذ استطاع خلال عام 2020 أن يرفع أكثر من 27 ألف استلال بحثي واقتباس علمي رصين، وجعلها متاحة للباحثين والمختصين. عدد المستفيدين من الموقع بلغ أكثر من 7 ملايين مستفيد من نوافذه الفكرية والعلمية، توزعوا بين داخل العراق وخارجه من دول عربية وإسلامية، وإن عدد مرات التحميل من الموقع كانت نحو 640 مليون تحميل، سواء أكانت بصيغة ملف أم صورة. محتوى الموقع مقتبس من أمهات الكتب والمصادر بوثاقة وموضوعية، ويقدم مادة علمية مفهرسة تسهل على الباحث انتقاء ضالته بسهولة ويسر، إضافة إلى أنه مفهرس ومبوب تبويباً إلكترونياً وسهل الاستخدام والبحث بصورة مجانية، مع الإشارة إلى اسم المؤلف والمصدر، وهذا ما معمول به عالمياً حفاظاً على الحرية الفكرية، وهذه سمة جعلت الموقع أكثر رصانة معلوماتية.